Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه الزيارة تثلج صدري وتسر خاطري. الإنسان يشم منها رائحة طيبة ويجد عبيقا يفوح في الآفاق، ويسعى الإنسان دائما كلما ورد هذا المكان في وهران، لا سيما في هذه الزاوية المباركة مع فضيلة الشيخ سيدي محمد بن القايد. والحقيقة يسعى الإنسان أيضا حين يرى إخوانه ومحبي هذه الزاوية، يرى فيهم هذا الجهد والجد والإصرار والهمة العالية، يسعد لأسباب كثيرة ومتعددة. فالنظر في وجوه أهل العلم وأهل الولاية عبادة لله سبحانه وتعالى، أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا بعض ما أجده في هذه الزيارة، وأسعد كثيرا، فيعني أجد الشوق إلى هذا المكان، فيعاود الحنين إليه من العام بعد العام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن
أطعنا الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله
يصرف عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما جاد به وأنعم، والشكر له على ما أسبغ علينا من النعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المقدم والإنسان الطراز المعلم، وعلى آله وصحبه ذوي السخاء والكرم. أيها الجمع الطيب الكريم، من جمهورية مصر العربية نزل ضيفا كريما على روضة الدروس المحمدية فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الجوهري، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه فضائل أهل البيت من الكتاب والسنة، فليتفضل. شكر الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن الإنسان بطبيعته يكرم لأجل من حوله، ويكرم من حوله لأجله. تلك طبيعة الناس. أنا أكرم أبناء أخي لأجله، وأكرم أولاد صديقي لأجل صداقتي وخلتي معه. وتلك سنة موجودة في أهل الخير منذ وجد آدم، والله سبحانه وتعالى جعلها سنة عامة، سيما في الأنبياء والصالحين. فالله عز وجل اختار إبراهيم عليه السلام ورزقه الرسالة والحكم والنبوة، واصطفى معه آله واختاره معهم. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم وآل عمران تبعا لاصطفاء إبراهيم وتبعا لاصطفاء عمران. والله عز وجل حين تحدث عن حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله،
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعلى قول مدرسة ابن عباس أن الناس هاهنا مراد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد جمع الله فيه كل ما في الناس من خلال الخير وخصال الكمال، فقال: إذا كان الناس يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرسالة، ويحسدون أهله على أنهم ذووه، فإنها سنة في الكون خلت في إبراهيم عليه السلام، بل إن هذا علامة من علامات الصدق. وفي التنزيل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانت علامة الصدق أن يجدوا بقية مما ترك آلهم وليس مما تركوهم، فكان آلهم قريبا منهم في الخير والاصطفاء. تلك سنة كائنة دامت مع الزمان واكتملت مع هذه الأمة في خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان أهل الرجل يطلقون على زوجاته وعلى أولاده وذريته، فقد جعل الإسلام هذه الأهلية لها مفهوما خاصا، فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك، إذ هم الذين حرم عليهم الصدقة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فكل من حرم عليه الصدقة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأصل في أهل البيت هم الأصول والفروع والحواشي كما يقول الفقهاء، أي الآباء والأبناء والأعمام وفروعهم والإخوة وفروعهم، وأن الزوجات لا يدخلن في عموم أهل البيت، إلا أنه في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الزوجات دخولا أوليا، لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصصن به اختصاص الإنسان بنسبه وصلبه، فلا يتزوجن بعده ولا ينكحن أبدا. إن ذلكم كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرع الله لأجل محبته إياه أن تظل الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه في الدنيا والآخرة صلة دائمة كصلة النسب تماما بتمام. ولذلك لما جاءت عائشة رضي الله عنها لحوم من لحوم الصدقة ردتها، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن خالد بن سعيد أرسل إلى عائشة رضي الله عنها بقرة من الصدقة فردتها وقالت: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. بل إن سياق التعبير القرآني ليدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخولا مباشرا، فهذه الآيات التي استمعنا إليها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبقت بخطاب لأمهات المؤمنين ثم لحقت بخطاب آخر لهن، مما يدل بدلالة السياق أن المراد في الآية كل أهل بيته وأزواجه في مقدمة أهل البيت. لأجل هذا منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل
من حرمت عليه الصدقة من أن يأخذ منها، وأعطاه من خمس المغنم والفيء. ففي صحيح مسلم من حديث غير واحد من آل بني هاشم أن رجلين من بني عبد المطلب ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يستعملهما على الصدقة حتى يجدا منها مالا يتزوجان منه، فقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وأمر أن يقطع لهما من الخمس فزوجهما. فلم يقف الأمر عند حد أولاده ولا أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل شمل أعمامه، شمل كل بني هاشم، بل وشمل بنو المطلب أيضا، كما نص على ذلك الشافعي وأحمد وغير واحد نصا على ذلك، مستندين إلى ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لما يصيب بعض أعمامه من الأذى، فيقول: إنما العباس عمي وعم الرجل صنو أبيه، يريد أن الناس إذا آذوا واحدا من أعمامه فكأنما آذوا آباه، آذوا أصله وصلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فدائرة أهل البيت واسعة، وإن كانت هناك أقوال أخرى انفرد بها بعض الفقهاء، فمنهم من قال إن أهل بيته هم عموم أمته، وإلى ذلك ذهب النووي وغيره، أو أنهم الأتقياء من أمته، أو غير ذلك من الآراء الأخرى، إلا أن جمهرة العلماء على أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة وأخذوا من خمس المغنم والفيء. هؤلاء أهل البيت، والناس يعاملون على قدر الفضل الغنم بالغرم. فإذا كان الله قد اصطفى جملة من الناس للرسالة اختيارا دون تدخل منهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى رتبة، عاملهم معاملة أعلى من معاملة الناس. فإذا كان حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما بالنا بحسنات الأنبياء؟ إنها درجات، إنها مقامات، يسمو الواحد فيها فوق الآخر، ويدنو مقامات الآخرين دونه. لأجل هذا كان الخطاب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا فضلهم ومبينا مكانتهم، وأيضا محذرا من سقطتهم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وفي المقابل نؤتها أجرها مرتين في الخير، وأعتدنا لها رزقا كريما. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يلفت نظرنا إلى هذه المسألة، لا في أهل بيت الأنبياء أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، بل حتى في معاملة الناس لهؤلاء. لما كثر الحديث حول داود عليه السلام في تفسير قوله عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ونقل الناس ما يقوله بنو إسرائيل مما يتهمون به داود عليه السلام، قال علي رضي الله عنه: من قال هذا في حق داود عليه السلام جلدته
160 جلدة حد قذف الأنبياء. إذا كان حد القذف 80 جلدة، فلأجل مكانة هؤلاء يجب التأدب معهم، والخطأ في حقهم مضاعف، والعقوبة عليه شديدة. فقال من قال هذا في حق داود عليه السلام: جلدته 160 جلدة. ماذا؟ لأنه قذف للأنبياء، ليس قذفاً لعوام من الناس. من هنا بيّن الله سبحانه وتعالى فضلهم، وبيّن مع فضلهم ما يجب علينا تجاه أهل الفضل. وبداية أقرر وأقول إن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ممن ختم الله لهم بالإيمان. وهذا من تمام الفضل، فالله سبحانه حكم لعموم المؤمنين بأن يكرم ذويهم إذا ظلوا على الإيمان معهم، وإن نقصوا عنهم درجات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أو ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء حتى ولو قصروا. ما نقصناهم، ما حاسبناهم على النقص والتقصير بمقابله، وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كان هذا مع عموم المؤمنين، فكذلك مع أنبياء الله، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله قدر أهل بيته طالما أنهم على الإيمان دائمون، وأعطاهم ذلك الفضل. والفضل لأهل البيت كثير، والآيات والأحاديث فيهم يصعب المقام في حصرها. والله عز وجل حين أراد أن يعلي قدرهم شدد عليهم في الحكم لهدف أسمى من مجرد القيام بأمر الله ونهيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبين أنهم في ذلك امتداد لاصطفاء الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وإن رعاية هذا المعنى موجود في أمور كثيرة، وقد عرف ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قاله ومما عايشوه إياه فيه. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وفي عند أصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من حجة الوداع نزل بهم في الطريق عند عين ماء تسمى غدير خم. هذه الماء جلس عندها واستظل بظل شجرها، ثم قال: ألا إني بشر يوشك أن يدعى فأجيب رسول ربي، أو يوشك أن يدعو رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين فتمسكوا بهما كتاب الله. ثم بين هذا الفضل لهذا الكتاب، فوعظ وحذر ورغب، ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي، أحذركم الله في أهل بيتي. وفي رواية الحاكم: الله الله في أهل بيتي. وفي رواية ثالثة له: فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وذكر كتاب الله مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له مغزى نفيس وملحظ دقيق قلما ينتبه له الناس،
هو نفس المغزى الذي سأل عنه أبو جحيفة رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما خصكم به؟ فقال: لا، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. والحظ أول ما يجيب عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حيث اختصاص أهل البيت إنما يجيب عنه بمنحة إلهية وعطاءات ربانية لا تقف عند أهل البيت، وكأنها إشارة إلى أن عطاء الله لأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم في فهم هذا الكتاب أعظم وأكمل من عطائه لغيرهم. وانظروا إلى المفسرين من الصحابة، أغلبهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبهم أكثرهم فهماً وأعظمهم وعياً، إنه ترجمان القرآن ابن عباس الذي كان من شدة فهمه لهذا الكتاب أن يدخله عمر كما في الصحيح مع أشياخ بدر، حتى وجدوا في أنفسهم كيف يدخل نعنا صبيا صغيرا، فأبان لهم قدره من خلال نموذج لتفسير سورة الفتح. وهذا إنما يبين أن كتاب الله وفضلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المنارة، وكيف جمع الله في حديث الثقلين هذا بين كتاب الله وبين عترته صلى الله عليه وسلم، كما جمع في حديث الحاكم والبيهقي وغيرهما بين كتاب الله وسنته. وهذا شبيه بحديث الترمذي في حديث العرباض بن سارية حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فجعل فهم الخلفاء الراشدين المهديين فيما ليس فيه سنة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة. وكأن فهم أهل العلم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن قائم مقام هذه السنة وعترتي أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وحين سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، روايات متعددة جعلت للحديث أصلا وجعلت المحدثين يحكمون عليه بالصحة أو الحسن. لما سمع هذا عمر بن الخطاب أراد أن يزداد من الفضل، فذهب إلى علي رضي الله عنه يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وهي لا تزال صبية، فقالوا له: ماذا يرغبك فيها إنها صبية؟ قال: أريد أن أصل نسبي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الفضل من الصحابة وخيار القوم منهم اتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وصهرا. فأبو بكر وعمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، وعمر تزوج من نسل فاطمة رضي الله عنها، وعثمان تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج الثالثة. وهكذا تجد أهل الفضل
موصولون برسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا أو مصاهرة. المعاني في الفضل كثيرة ومتعددة، وأعظم هذه المعاني من وجهة نظري لا لكونها عظيمة في نفسها، لكن لكونها عظيمة في عبادة كل مؤمن، أن جعل الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع أهل بيته، فجعل الصلاة على أهل البيت جزءاً من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من أكثر من رواية واحد من الصحابة قالوا لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا عرفنا أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية للبخاري اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته، فجمع بين أهل بيته وبين أزواجه وبين ذريته، كأنه تخصيص بعد تعميم، زيادة للفضل. فإذا كان أهل بيته لهم من السعة ما لبني هاشم وبني المطلب، فإن من أعظم هؤلاء فضلا ومن ألصقهم به مودة أزواجه وذريته، إنهم أخص أهل بيته. ومن هنا نسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، فكفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إن هذه المنزلة العظيمة والدرجة العليا والمكانة السمية حين يلحق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم به في لفظ يتعبد الله المسلمين به في صلوات خمس، في ركعات متعددة، في تشهدين أو تشهد واحد بين الفريضة والنافلة، إنه لرفعة لهؤلاء وعلو لذكرهم ورفع لمنزلتهم ومكانتهم. المعاني في فضلهم كثيرة، والكلام فيما يستحقونه أعظم، لكن أين نحن من هذا الفضل؟ إذا كان هذا فضلهم وعظيم منزلتهم ورفيع قدرهم، فماذا يجب علينا نحن تجاه هذا الفضل؟ انظروا كيف كان الصحابة يفعلون، فهذا أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مع علو مكانته وعظيم قدره كيف الأدب وكيف يكون التوقير. يروي البخاري في صحيحه بسنده أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل، أي أن أصل هذه القرابة، أحب إلي من أن أصل قرابتي. فقدم صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلة رحمه،
وكأنه فهم هذا المعنى من جماع نصوص الشريعة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، حقه مقدم على عموم حقهم، منزلته مقدمة على سائر منازلهم، وهكذا يلحق بهم رحمه وذوي الشرف منهم. بل إنه رضي الله عنه أراد أن يلفت انتباه الناس إلى ذلك، فقد روى البخاري أيضا في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: أوقبوا أو راقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. واختلف شراح الحديث في ذلك تبعا لكثرة معاني المراقبة، فمن يرى أن المراقبة محافظة كابن حجر يرى أن المعنى احفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فلا تؤذوهم فيتأذى بذلك، ولا تسيئوا إليهم فيسوءه ذلك. فقد قال رضي الله عنه: أي المراقبة المحافظة، أي حافظوا عليه، فلا تسيئوا إليهم ولا تؤذوهم. ومن رأى أن المراقبة تتبع لمواطن السنة فيهم، رأى أن أوثق مكان لأخذ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل بيته، وهذا واضح. فأكثر من روى خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الغسل والجماع والنوم أزواجه، ومن روى أخص خصوصياته في قيام الليل والطعام والشراب أزواجه وربائبه وأبناء عمومته، فهذا ابن عباس يروي لنا سنته في قيام الليل، وذلك عمر بن أبي سلمة ربيبه ابن زوجه يروي لنا أيضا الأدب مع الطعام وما فهمه أو أفهمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل معه. وهكذا في أمور كثيرة إنها مراقبة بمعناها العام، بمعنى الحفظ والكلأ والرعاية والتتبع، ومعان كثيرة ذكرها العلماء في هذا المعنى لغة، وذكرها المفسرون في تفسير قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وإذا كان هذا قول أبي بكر رضي الله عنه ففعله أشد عجبا. يروي البخاري أيضا في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر ذات يوم، ثم خرج من المسجد يمشي، فإذا بالحسن بن علي رضي الله عنه يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه ثم قال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. بأبي أي أفديك بأبي. ثم بين كيف يفتدي صبيا رضيعا أو صبيا يلهو ويلعب صغيرا لا يزال يافعا، بين الصلة، إنه لشدة نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم محبته له ظهر هذا الأثر في شكله. بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. من الذي يحضر هذه الواقعة؟ علي بن أبي طالب، يقول راوي الحديث: وعلي يضحك، يسمع الكلمة فلا ينفي بل يضحك من شدة فراسة أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان معلما في الأنساب وعلامة في الفراسة، إن هؤلاء كانوا ينظرون إلى الرجل فيلحقونه بأبيه، وينظرون إلى الأقدام فيلحقون الأقدام بعضها ببعض. وكان أبو بكر نسابة العرب وأعظم واحد منهم في أمر الفراسة.
شبيه بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه بعد قوله، وهو الذي علمنا كيف نتأدب مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته عائشة في حديث الإفك، مع أنه يدرك ويعلم علم اليقين عفة ابنته، وأن الله ما اختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم طهارتها وعفتها، لكنه أراد أن يطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خاطر رسول الله على خاطر ابنته. يأتي بعد ذلك أعظم الناس بعد أبي بكر، عمر رضي الله عنه. عمر كما هو معلوم هو أول من اختط الدواوين في الدولة الإسلامية. اتسعت الدولة، كثر المسلمون، ابتدأ يأتي بأمور جديدة، يبتكر، فسأل من خبرة الأمم وابتكر من نفسه، فخط دواوين الجند والعطاء وغير ذلك. لما خط دواوين العطاء، عطاء الدولة للناس، بمن يبدأ؟ قالوا نبدأ بأمير المؤمنين. قال لا والله، إنما نبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ بأقربهم إليه نسبا. فبدأ بهم حتى جاء دور بني عدي وهو منهم، وكانوا متأخرين جدا عن بني هاشم وبني المطلب، فكتب اسمه فيهم مع تأخره في الذكر عنهم، وقال نبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أراد أن يشمله ذلك العطاء بأن يتزوج من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا علمنا الصحابة كيف نتأدب مع هؤلاء، وكيف نجلهم، وكيف نحترمهم في حدود البشرية التي يحملونها، فلا نرفعهم فوق نطاق البشرية كما يفعل البعض، ولا نعصمهم من الذنب كما يفعل آخرون، إنهم بشر يخطئون ويصيبون. ثم لا نرفع غيرهم عليهم، إنها موازنة صعبة، موازنة يجب على كل مسلم أن نجريها في نفسه، إنهم الأولون السابقون. فإذا كان من السابقين من أهل بيت رسول الله قدم على غيره، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى ذلك في أحواله، فحين ذهب مهاجراً إلى المدينة أراد كل واحد من الأنصار أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لينال الرفعة والشرف، كل يأخذ بخطام ناقته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة. فلما وقفت قريبا من بني النجار فقال أنزل على بني النجار، ثم بين العلة، قال إنهم أخوال بني المطلب، إنها رعاية لتلك الرحم الشريفة وحب لهؤلاء دون إفراط ودون تفريط، إن سوء الأدب معهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فما بالك للذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وإن كان من طريق غير صحيحة أن درة بنت أبي لهب كان الناس يسيئون إليها بأنها ابنة ذات اللهب، ابنة أبي لهب، هو وزوجه في النار، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تسيئوا إلى أهل بيتي. وكما سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس حين أوذي من قريش،
إنما عم الرجل صنو أبيه، كأنه يريد إذا آذيتموه آذيتموني. وقد ظهر في زماننا أغيلمة ما بلغوا مبلغ الأحلام في الفهم، وما وصلوا إلى حدود الرجال في العقل، يظنون أن من باب الأدب أو من باب العلم ذكر حديث مسلم إن أبي وأباك في النار، ولو فطنوا أن ذكر هذه مع تحققها لو صدق تأويلها على ما يقولونه، وأنا أقول لو صدق تأويلها على ما يقولونه وأقصد ذلك، فإن كثرة ذكر ذلك مما يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبوا أن واحدا منا خرج له ولد على غير السواء فضل بعد هدى، أو اختلت طاعته بعد اتباع ثم عير بولده، ألا يسوءه ذلك؟ إنه يسوءه، يسوءه أن يعير بولده أو أن يعير بأخيه، أن يعير بأصوله وفروعه. فإذا كان أحدنا يسوءه ويؤذيه أن يعير بمن هو لصيق الصلة به مع أن هذا حقيقة في نفسه، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ذلك مما يسوءه ويؤذيه، حتى ولو حسمنا المسألة باليقين في معنى الحديث، فما بالنا إذا ظل حديث مسلم هذا محل احتمال في لفظه، لأن الأبوة في عرف العرب تطلق على الآباء والأعمام والأجداد، وهذا معروف من استعمال القرآن ومن دلالات لغة العرب. إن حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكمل إلا بحسن الأدب مع أهل بيته، وإن توقيرهم ومحبتهم واللصوق بهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واللصوق به في الدنيا. عسى لمن يفعل ذلك أن يلحقه الله بهم يوم القيامة حين يتمسك بالقرآن، فيأتي مع هذين حتى يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإني إذ أذكر نفسي وأذكركم بمثل هذه المعاني أشكر لكم ولمن يقوم على مثل هذه الندوات المباركة، ولمن يرعاها، ولمن أقيمت تحت لوائه، أشكر لكل هؤلاء مثل هذه المعاني الطيبة ومثل هذه اللقاءات المباركة. إنها من نفحات النبوة، إنها من عطاء الوحي الذي لا يمكن أن يخرج عن حدود الصواب أبداً، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في فردوسه الأعلى كما جمعنا في بيته هاهنا، وألا يخرجنا من بيته هذا إلا وقد غفر لنا وشفى مرضانا وغفر لميتنا وأعطى كل واحد منا سؤله وحاجته في صلاح دين أو دنيا أو آخرة في غير معصيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شر. اللهم اجبلنا على حب نبيك وحب أهل بيته. اللهم ربنا بالقرآن ورب أبناءنا عليه، واجعلنا من أهله، وارزقنا حفظه وتفسيره وفهمه والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.